حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، هل هو خاص بجميع الصحابة أم بالذين آمنوا قبل الفتح؟ خاص بجميع الصحابة، كيف يكون خاص بجميع الصحابة؟ يعني عام، قصده عام لجميع الصحابة. نعم، لا تسبوا أصحابي، هذا عام، فلا يجوز سب أحد من الصحابة، لا من أسلم قبل الفتح ولا من أسلم بعد الفتح، كل من ثبتت صحبته فلا يجوز سبه. قوله لا تسبوا أصحابي، نعم. وكون سبب الحديث ما حصل بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، هذا سبب، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم.